وصل وطلع درج. شوف باين حالك في فول لا بس قديم طبعا هذه نزلت كامل وكانت فيها يعني مجموعة من الآثار المخزنة داخلها ونزلت كامل اللي يؤدي القصر من هنا هذا هو مدخل قصر الإمام البدر طبعا الآن طبعا متحف مغلق منذ أكثر من 30 عام لا نعلم كم من القطع يحتويه هذا المتحف خاصة بعد أن تم إحراق جزء منه وتدمير الجزء الآخر فكان العثور عليه بمثابة يعني حياة أو موت إما أن نعثر على السجل ونعلم ما تحتويه متاحفنا وما هو المفقود وما هو الموجود ومن باطنه سوف نعرف كل ما يتعلق بالآثار طبعا بالبداية نحن دخلنا لإنقاذ متحف تعز ونقل أغلب القطع المتبقية القطع المتبقية نقلها إلى مقر أبو العباس طبعا المتحف الوطني تعرض مثله كمثل المعالم الأثرية في المدينة والتي تعرضت لتدمير خلال فترة الحرب هذا سبب بشكل كبير في نهب وسرقة مقتنيات وآثار وممتلكات ثقافية هامة ونادرة من المتحف الوطني نحن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عملية المطابقة والمقارنة بالسجلات المتحفية بما تم استرجاعه خلال فترة الحرب وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سنرفع بقائمة للمفقودات وموافاة اليونسكو وعقوبة ولجنة العقوبات الدولية بأهم المفقودات التي تم فقدانها من المتحف الوطني والعمل على استرجاعها طبقا لاتفاقية لاهاي لعام 1979 عندنا هنا شيخ اللهم جبروا لي